جهاز ROG Ally الملك الجديد للأجهزة المحمولة. خلونا نشوف. الجهاز بيستخدم رقاقة Z1 Extreme الحديثة من AMD، وهي رقاقة متطورة جدا تصممت خصيصا للأجهزة المحمولة ذات الأداء العالي، وهذا أول جهاز بيستعملها. في البداية راح نتكلم عن أطوار الأداء الموجودة في الجهاز وكيف كان مستوى الـ ROG Ally في كل واحدة منها. بالنسبة للطور الصامت اللي بيستهلك 10 واط فقط من الطاقة الكهربائية، أداء الجهاز كان سيء في الألعاب اللي عندها جرافيكس متطور، وفي بعض الألعاب لاحظنا مشاكل مثل اختفاء الصوت بشكل متقطع. هذا الخيار الأفضل تستخدمه للألعاب ثنائية الأبعاد فقط مثل الألعاب المستقلة. الأمور بتتحسن بشكل كبير مع البرفورمانس مود، واللي قدم لنا تجربة ممتازة بدقة 720p. لعبة مثل فورزا هورايزون 5 بإعدادات متوسطة أعطت معدل إطارات ممتاز. Shadow of the Tomb Raider أيضا كانت تجربة سلسة، لكن بدقة 1080p الأداء ما كان ممتاز في كل الألعاب، كنا محتاجين أداء أفضل حتى تصير تجربة اللعب أكثر سلاسة. دقة عرض 1080p تحتاج التيربو وات اللي بيشتغل مع 25 وات، واللي بيقدم قفزة كبيرة في الأداء عن طور البرفورمانس. خلينا نوريكم مقارنة في معدل الإطارات بين البرفورمانس مود والتيربو مود في بعض الألعاب. الجهاز بيحصل ايضا على دفعة بسيطة في الاداء لما توصلوا بالكهرباء مباشرة، تيربو مود 30 وات. الغريب انه بعض الالعاب مثل سايبر بانك 2077 ما اختلف ادائها نهائيا، بينما العاب اخرى قدمت نتائج افضل بشكل ملحوظ، منها شادو اوف ذا توم بريدر. من اكثر الاشياء اللي عجبتني بالجهاز هي الشاشة اللي حجمها 7 انش، وصحيح انها مو اوليد لكنها IPS وألوانها جميلة جدا وسطوعها عالي. أفضل شيء في الشاشة إنها تشتغل بمعدل تردد 120 هرتز مع دعم معدل التحديث المتغير AMD FreeSync. بمنظوري ألعاب البي سي صعب تقفل الأداء فيها على معدل إطارات ثابت طول الوقت، خصوصا مع أجهزة عندها محدوديات في القدرات مثل الأجهزة المحمولة. تقنية FreeSync خلتنا نحصل تجربة سلسة في الأداء حتى لما شغلنا ألعاب بمعدل إطارات في الأربعينات. صوت الجهاز مرتفع لكن جودة السماعات متوسطة إلى حد ما. عمر البطارية هو أحد مشاكل الجهاز، خصوصا بالتيربو مود البطارية ما بتصمد ساعة، وحتى البرفورمانس مود ما بقدم عمر ممتاز للبطارية، لكن على الأقل الشحن سريع. الشاحن المدمج مع الجهاز قدرته 65 واط. الجهاز بيستعمل نظام التشغيل ويندوز 11 مع نسخة خاصة من تطبيق Armor Crate من أسوس، تشبه واجهة أجهزة الألعاب المنزلية. تقدروا تفتحوها عن طريق الزر المخصص إلها بالجهاز على اليمين، وفيها مكتبة الألعاب الخاصة فيكم وقائمة الإعدادات وقائمة المحتوى، والغريب أنه إعدادات النظام موجودة في قائمة المحتوى. على كل حال قدرنا نتحكم بإضاءة الـ RGB اللي على الأزرار، وأيضا أضفنا اختصارات للكوماند سنتر واللي هي خيارات تحكم بالجهاز ومراقبة الأداء وتعديله. لما تشغلوا لعبة اضغطوا الزر اليسار الخاص بالكوماند سنتر على الجهاز وبتطلع لكم قائمة الاختيارات. تقدروا تعرضوا معلومات الأداء واللي بتتضمن استهلاك الطاقة ودرجة حرارة الجهاز والترددات. وفي خيار لقفل معدل الإطارات مثلا على 30 أو 60 إطار، لكنه ما اشتغل معنا بكل الألعاب. الـ ROG Ally جهاز ألعاب محمول رائع جدا، شاشته عظيمة، أداؤه ممتاز مع واجهة مستخدم مليان خيارات للتخصيص، لكنه بيضل جهاز بي سي محمول. لا تتوقعوا انه بيكون جهاز شغل ويلعب مثل اجهزة الكونسولز الاعتيادية. جهاز بنظام ويندوز بيتطلب منكم شوية ضبط للاعدادات احيانا، وعمر البطارية قصير. ايضا حرارة الجهاز بتوصل لارقام مرتفعة تجاوزت 87 درجة احيانا معنا، لكن لحسن الحظ المكان اللي بيسخن بعيد عن اصابعكم وهي ماسك الجهاز. هذه كانت تجربتنا لأقوى جهاز ألعاب موجود على الساحة حاليا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك في القناة.